اتعرف على حضرتك. صموئيل صبحي. حضرتك كنت في المظاهره؟ كنت في الصف الاولاني. عايزك تحكي لي بالتفصيل وبامانه وبدون اي مغالاه في الكلام. طلعنا من شبرا، حصلت اشتباكات مع مجموعه مش لابسين مدني في اول شبرا بعد نفع الاولالي، اشتبكنا معهم لحد ما عدينا المسيره وطلعنا تاني اول صف برضو لحد ما دخلنا مسبيرو. واحنا داخلين مسبيرو من على الكورنيش ابتدى ضرب النار في الهواء. من قبل مين؟ الجيش. هو مين معانا غير الجيش؟ ابتدى ضرب النار في الهواء. اول ما قربنا منهم اصطف بتاع عساكر الشرطه العسكريه بعرض الشارع بعرض الكورنيش. اول ما بدنا نقرب منهم ابتدوا ضرب بالعصيان. فيش دقيقتين كل ده وضرب النار شغال في الهواء. فيش دقيقتين والعربيتين المدرعتين طلعوا وقعدوا يخبطوا في الناس. عربيه منهم اتعلقت على الكوبري، اتعلقت ما عرفتش تنزل يعني على منزل الكوبري. ابتدى الناس تخبط فيها وترزع فيها. طبعا انا شايفك بتموت اخواتي لازم هرد، مش هقف اربع دقايق واتفرج عليك واقول لك اضرب. ابتدت طبعا الاشتباكات اللي كانت بتحصل مع الامن المركزي قبل الثوره، كر وفر كر وفر، نتجمع ونخش ابتدوا يهاجموا علينا ويطلعونا. ابتدى ضرب النار يبقى في المليان. في مره من المرات وانا راجع، يعني في مره من مرات الهروب يعني، لقيت مينا واقع في الارض قدامي. شلته انا وواحد، مينا دانيال، شلته انا وواحد حطيناه على مكنه وركبت واحد وراه قلت له اديه عربيه الاسعاف، عربيه الاسعاف مش عارفه تخش لنا. ورجعت تاني فضلنا لحوالي لحد الساعه 11 11 ونص في اشتباكات مستمره لحد ما ابتدوا يضربوا قنابل غاز بقى بغزاره كثيفه. كانوا الاول بيضربوا بس كانت خفيف يعني. فضلوا يضربوا قنابل غاز لحد ما وصلنا من عند مسبيرو لدار القضاء لحد شارع الجلاء لحد مستشفى الجلاء. ابتديت بعد كده نزلت على وسط البلد بسال يعني اخبار الناس ايه وضعهم على مستشفى القبطي. رحت مستشفى القبطي لقيت مين نايم قدامي في الثلاجه ميت. ده القميص اللي كنت لابسه ساعتها وده دمه عليه، ايده هنا سند عليا وانا بشيله من الارض. بصماته وده دمه. كان واخد رصاصه جات له من هنا، انا اللي مغسلهم كلهم، مغسل ال 17 واحد. خد رصاصه دخلت من قلبه وعملت له تهتك في الرئه وطلعت الطلقه من ظهره. طبعا ما كنتش بتابع التلفزيون خالص ولا عارف ايه اللي بيحصل فيه. بس تاني يوم الصبح كنا قاعدين في المستشفى جات لجنه من الطب الشرعي كانت عايزه تمضي اخواته على الاقرار بتاع تصريح الدفن وشهاده الوفاه. مكتوب في شهاده الوفاه نزيف ادى الى هبوط حاد في الدوره الدمويه. حبسنا المجموعه دي في المشرحه تحت ما رضاش نطلعها. كانوا ثلاث اربع دكاتره من الطب الشرعي حبسناهم وطلبنا لجنه ثانيه مسيحيه من الطب الشرعي تيجي. جالنا مدير الطب الشرعي مسيحي جه حوالي الساعه 4 ونص او 5 ومعاه دكتور اثنين دكاتره تانيين ابتدوا شرحوا المجموعه كلها ال 17. بس ايه اللي ضايقني ان كان في ناس بتحرض اهالي الشهداء تقول لهم ما تشرحوش. طب لمصلحه مين عايز تضيع حقهم؟ يقول لي عشان ما يبهدلوش ندفنهم. طب ما هو بهدله ايه بعد اللي حصل لهم؟ اللي اتداس عليه بالدبابه ودماغه اتطبقت واللي خد طلقه موتته واللي عياله اتيتمت، بهدله ايه بعد كده؟ يبقى ناخد حقهم بقى على الاقل نفضح المجزره اللي حصلت دي قدام العالم كله. ممكن في مصر هنا ما نعرفش ناخد حقنا. ممكن في مصر هنا يحصل تغطيه اعلاميه فاسده زي ما حصل. ممكن يحصل تواطؤ من القضاء زي ما بيحصل كل مره. ما هو الدم القبطي رخيص اصله. الدم القبطي عند الحكومه المصريه رخيص. زي ما قالها النهارده نبيل شرف الدين راجل محترم وفعلا قالها لها. قال اللي بيضيع الحق كل مره ان دم القبطي رخيص عند الحكومه المصريه. من وجهه نظره ولا الكلام ده مش مظبوط؟ لا هو وجهه نظره صح. الراجل ده معانا، راجل نبيل شرف الدين راجل محترم جدا مؤيد. بيقول استنكارا يعني بس بيستنكر بيستهزئ باللي بيحصل. بيستهزئ ان كل مره الدم القبطي بيروح حضر. يعني ايه معناها ايه؟ من يناير 2010 جاي تعدمه واحنا داخلين على 2012 الكموني. وبعدين الكموني عمل ايه؟ ضرب؟ ده كان مجرد ايد. طب ما تحاكموا الغول اللي حرضه. الغول اللي طلع بعد كده يدفنه الكموني شهيد الله ولا اله الا الله. عايز اعرف البدايه هم بيقولوا كانت المسيره انا كنت ماشي فيها، المسيره من اولها لحد مسبيرو كانت سلميه، ايه اللي حصل؟ ما عدا الاشتباك اللي حصل في اول شبرا من اهالي بعد انا شفت الطوب صح. بس حاجه بسيطه حاجه بسيطه وخافوا لان العدد كان كبير ورجعوا. الحته بقى اللي قدام مسبيرو بالظبط ايه اللي حصل؟ البدايه البدايه من واحنا داخلين ضرب نار في الهواء عساكر الامن المركزي اترصت. بعد كده ضرب الخرزانات اشتغل مدرعات بالترتيب كده، مدرعات طلعت خبطت في الناس، ضرب النار الحي، ضرب المتظاهرين ما قالكوش اي خرطوش اي حجاره؟ ما قالناش خرطوش بس ضربنا بحجاره ردينا على اللي حصل لنا. هو انا هشوف اخويا بيقع بيموت قدامي هو بتفرج؟ هشوف المدرعات بتخبط في الناس وتطيح فيها ولما تتعلق هقول هسقف له؟ ما لازم اتخبط فيه طبعا. يقال
قال اللي فيه عناصر اندست وضربت. بلاش الشماعه الوسخه دي اللي عقدتنا، دي شماعه وسخه عمالين يقولوا فلول. لو هنتكلم على الفلول وعلى مسؤوليتي، يا ريت تذيع اول الفلول طنطاوي من 91 وزير دفاع، من 91 وزير دفاع، اكيد مش 21 سنه بيصلي على السجاده، لا حرامي زيه زيهم، مدرسه واحده، مدرسه وسخه، كلاب مبارك اللي بيربيهم بقى له 20 سنه المجلس العسكري. مفيش طلقه يقدر يطلعها اصغر عسكري في الجيش من غير امر عسكري مباشر من القائد العام للقوات المسلحه، قوانين حربيه. انا عندي اولا شهيد، وثانيا عندي طار ما خدتوش، ما بقبلش عزا. العفو.